رمضان كريم، قال بيقولوا بصلة المحب خروف، يعني انت حتى لو كنت بصلة قدام حدا بتحبه بشوفك خروف. حبيتوا لهالمثل كتير، وكرمال هالمثل رح اعملكن وصفة بالخروف كتير طيبة، هي كبسة سعودي. وهلا بجو اليوم لبست لكم هيدي العباية السعودية، رح أعطيكم الوصفة على الطريقة السعودية لتدعوا لي وحسسكم كأنكم بين جدة والرياض. وما تنسوا تمرقوا على الحجاز ومكة وسلموا على الرسول بالمدينة عليه الصلاة والسلام. مقادير وصفة كبسة السعودية: كوبين رز بسمتي هندي، بصلة، ملعقتين من السمن، ثوم، فليفلة حارة، راس بندورة، لحم غنم مسلوق، بهارات الكبسة، ملح، لوز للقلي، وبقدونس للزينة. مقادير وصفة الدكوس السعودي الباردة: 2 راس بندورة، ثوم، بصلة، حر، ملح، وزيت زيتون. أما مقادير وصفة البلاليط: كوب شعيرية، نص كوب سمن، كوب من سكر، كوب ونص من المي، رشة زعفران، ماء ورد، وهيل. أول شغلة بدنا نعملها، بدنا نبلش نجهز التحميسة: البصل مع الثوم مع البندورة وشوية فليفلة وحر. منبلش نحمس بالسمن الحيواني، نحط سمن، فيكن تحطوا طبعاً زبدة وزيت زيتون، زيت نبات اللي بدكن إياه. رح نقشر ونفرم البصل فرم ناعم. بدنا نحمص البصل مع الثوم، هيدي التحميسة يلي بدها تاخد شوية وقت، لازم نحمصها مزبوط، لازم يكون السمن حامي. يعني أكل الرز والمشبوس والكبسة والبرياني والرز الخليجي والمبخر، هودي من الأكلات اللي عن جد قد ما نعملهم نحنا منشتهيهم لما نسافر على دول الخليج. وأكبر تحية لأهل السعودية. نفرم بهاي الطريقة البصل، نرجع نفرم الثوم. إن شاء الله تكون طريقتي رح تعجبكم. هأفرم كمان ثوم فرم ناعم. صار عندي ثوم وبصل مفروم بطريقة ناعمة، فيكن حتى تطحنون يعني بديون كتير ناعمين. هذا الصوت اللي بحبه كتير. حر، احنا عم نقول كبسة والكبسة حرة، اسمحوا لنا فيها. ومنحمس، منضل نحمس لحتى يشقروا الطومات والبصلات. حنضيف عليهم الحر، ارجع ضيف بندورة، فرمهم فرم ناعم. فرم ناعم، هون اتحمر عند البصل مع الثوم مع الفليفلة. رح ناخد البندورة
نحمصهم معه. طبعاً لضيق الوقت بتعرف الخروف بياخد وقت كتير بالسلق، نحنا قلينا لحمة الخروف مزبوط، ضفنا عليها بهارات خالصة، فلفل أسود، ورق غار، هيل، ولومة، وغمرنا المي وتركناها تقريباً ساعة ونص لحد ما استوت اللحم. بعد ما استوى اللحم مثل ما شايفين استوى اللحم عندي، فرجيكم قطعة الخروف وبعضمه. الله عم تهلط هلط، رح ضيفها فوق البندورة، لحم بعضمه، حترك كم حبة على الوجه وقت زينها. طبعا مرقة اللحم ضرورية، بدي اطبخ اللحم مع البندورة بهيدا الشكل، ورح نضيف رز بسمتي هندي على التحميسة، رح ضيف بهارات الكبسة، بهارات مخلوط جاهز، طبعا ملح، شوية بهار اللومة، شوية بهار لحم هو من عندي أنا، هنضيف المرق. المرق لازم يكون 2 قد هاي. خلينا نروح عند المرق. العيار لازم يكون مظبوط، مرق اللحم طبعا ممنوع نحرك. انا هلا بس بدي اشوف كميه المي، نتركن على نار متوسطه ليغلي مزبوط ويبلش يبين حبيبات الرز على ما تفتح. بهالوقت لما تبلش حبيبات الرز تفتح وتنشف كميه المي بغطي وبوطي تحته على الاخر. رح اعمل انا وياكم وصفه دكوس البارد، ورح اعمل معكم بلاليط، هي وصفه الحلو اللي رح تتقدم مع الكبسه السعودي. صلصة الدكوس الحارة بدنا زيت زيتون، ثوم مفروم حر، وبندورة وصلصة حمراء. ثوم بدنا أكيد يعني نقصهم شوي، نضيفهم فوق حر، لازم حر لأنه هي حارة. حدا يقول لي فينا ما نحط حار؟ ما تحطوا، ما تعملوا صلصة، ما هي حارة. حار هاي صلصة حار أصلا، حاطين بندورة هيك رفع عطب، هي صلصة حارة، صلصة كلها حار. خلينا نحط البندورات بهذا الشكل. طبعا ملح، فلفل أسود، هذا زيت زيتون. قد ما فيكم ما تهدروا طعام، قد ما فينا بدنا نتعلم عدم هدر الطعام. شوية بصل ما بيشكوا من شيء، ويلا مع ملح، فلفل أسود، يلا يا ست بلقيس اطحني لنا إياهم. هذه صلصة الدكوس بتتقدم، فينا نغليها شوي وفينا نقدمها باردة. نحنا بدنا نقدمها باردة
الدكوس صار جاهز، بس حضبضب حوالي لأعمل أنا وياكم البلاليط بالسكر والقطر، وبعد البلاليط منقدم الكبسة السعودي. هلا رح أعمل أنا وياكم وصفة البلاليط اللي هي عبارة عن ثلاث مكونات بس: سكر، سمن، سكر وشعيرية، وآخر شيء منسقيها بالقطر. إن شاء الله تكون هالوصفات عم تعجبكم، وإن شاء الله هالسقفات بالأكل عم توصل لبيوتكم مثل ما لازم توصل. إن شاء الله تكونوا عم بتجربوها، وما تنسوا الحلقات عم تنزل على إنستغرام الست بلقيس وعلى إنستغرام التيفي. فيكن تفوتوا على الانستغرام ست بلقيس والال تي في، نحن كولابوريشن مع بعض. تعطوني كومنت حلوه شو حبيتوا شو ما حبيتوا، شو عبالكم بعد نطبخ لكم. عنا هون الشعيريه بدها كثير سمنه، هي هيدي الاكله بس شعيريه وسمنه وسكر وخلصت. بدنا نحمي السمن مزبوط لينقلا للشعيريه. عندي شعيريه بحبها كتير لهالوصفة، حتى في ناس بيقدموها على سحور بيقدموا حدا بيض، يعني سكر مع بيض. أول شي يمكن أنتوا تستغربوا للوصفة بس عن جد طيبة، جربوها. هي من ثقافة المطبخ الخليجي، البحرينية بيعملوها، السعوديين بيعملوها، الإماراتية بيعملوها، حتى الكويتية. فهي وصفة، والقطرية هي وصفة 100% خليجية، بلا ليط، احفظوها. منحمس الشعيرية مزبوط لحتى تعطيني اللون الذهبي. خلينا نطل على الكبسة. الكبسة عم تتنبت هلأ، بعد شوي رح اسكب الكبسة ورح حط فوق منها اللحم، وفينا نزين بالقلوبات وفينا ما نزين بالقلوبات. بعد ما تتحمس الشعيرية مزبوط رح ضيف عليها كوب من السكر وحمسهم شوي مع بعض، وارجع ضيف تقريبا كوبين من المي. لكل كوب من الشعيرية بدي كوبين من المي، كأنه عم بطبخ رز. بلش يتحمص الشعيرية، طبعا بالبهار بيكون في هيل، فلفل اسود، لومة، ورق غار، بيكون في بهار حلو، بيكون في زعفران. فالبهار الكبسة اللي بتجيبوه مخلوط جاهز، يعني كل واحد عنده بزار خاص فيه. يعني انتو لما تجيبوا البزار من قبل ستات معينين عاملينهم، خلص انتو منكم بحاجة انكم تحطوا اي نوع بهار تاني. مثل ما شايفين شعيرية البلاليط عم تطلع، رح ضيف السكر وارجع ضيف المي. الله على البلاليط. هلا رح ضيف كبيتين من المي. اهم شيء ما يحترقوا الشعيرية. ها بدي اطبخها مزبوط. فيكن تضيفوا عليها زعفران وهيل، بتطلع كتير طيبة، وماء الورد. منضل نحركها لما تلزق حتى تستوي على كل الميلات. هنخفف النار تحتها تنطبخ مزبوط. بدي ضل اطبخها لحتى تستوي الشعيرية مع السكر.
الله، اللحم مع الرز، الكبسه صارت جاهزه، رح اسكب الكبسه بكون طلع عند البلاليط. الكبسة السعودي صارت جاهزة، ليكو حبات الرز، كل حبة بحبتها، ليكو اللحم. ها، لازم يكون اللحم بقلب الرز مطبوخ مع بعضه، فيكن تزينه على الوجه كمان، زين بشوية بقدونس وقلوبات. هيدي الكبسة، هذا الدكوز، وهيدا اللحم، قطعة لحمة موزات على الوجه، شوية بقدونس من الزينة، شوية لوز القلوبات، الدكوز البارد فينا نحط منه على وجه الكبسة. كبستنا السعودية صارت جاهزة، بلاليطنا صار جاهز، شفتوا رمضان شو كريم معنا، سفرتنا شو كريمة، البلاليط والكبسة السعودي، هيدا جونا كان اليوم.